مرحبا بكم في قناتنا الرياضية الأولى. إشكيلة الترجي الرياضي التونسي في مواجهة أولمبيك إزفي المغربي. يستقبل الترجي الرياضي التونسي يوم غد السبت بملعب رادس على الساعة 6 مساء فريق أولمبيك إزفي المغربي في إياب الدور الثمن النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال. ويرجح أن يعول المدرب معين الشعباني على التشكيلة التالية: في حراسة المرمى معز بن شريفية، في خط الدفاع سمح الدربيلي، الياسي الشتي، خليل شمام، وشمس الدين الذوادي. في وسط الميدان كوامي بونسو، عبد الرؤوف الغيث، ومحمد علي بالرمضي. في الهجوم حمد الهوني، أنيس البدري، وإبراهيم وترى. بالتوفيق للترجي الرياضي التونسي. ما تنسيش جيم على الفيديو، أبوني عشان يوتيوب بتاعنا.